واللويا والتجهيز يعني اخر سنتين ما في مسرح. قلبي يورني فاقدته المسرح فاقدته لابعد الحدود العام والسنه. يعني يعقوب انت اليوم كنت كل سنه متواجد في المسرح غير هذا انت منتج لاعمال مسرحيه في هذا الشيء اثر عليك؟ والله اكيد يعني حتى اللي يبيع فلافل مأثر عليه يعني مأثر على العالم كلها يعني الوضع احنا قبل ممثلين عندنا طقوس سويها اختفت صحيح يعني تقريبا 20 سنه انا متعود نفس على قولتهم اللي متعود كل يوم يشرب قهوه يلعب حديد او بس يختلف تحديد وقت البروفا بس بالضبط هذه الطقوس اللي نسويها برمضان ويمعتنا وسوالفنا ما شنو فقدناها بس هم يعني اللي عوضها اهلنا اللي بالبيت قمنا نشوفهم طبعا اي والله انا تعرفت على عيالي انا قلت لهم كورونا عرفتني على عيالي ما شاء الله تعرفنا عليهم انا ودي